بالنسبة لموضوع الاستقطاب مثلا مجموعة من المسيحيين أو من النصارى ينضمون إلى تنظيم إسلامي أو يؤيدونه أو يلتحقون به، هذه فكرة، على فكرة هذه فكرة قديمة وليست فكرة حديثة، هي فكرة قديمة وظهرت، ليست قديمة في عمق التاريخ، ولكنها كانت في فترة في أوج عنفوانها في المد الثوري اليساري في حقبة السبعينات بصفة خاصة. رأينا منظمات يسارية كالألواء الحمراء في إيطاليا والجيش الأحمر في ألمانيا اللي هو بدر يمنهوف، وعندك ايضا كارلوس. بس خليها تحديدا بهذا الوقت دكتور سباعي، بهذا الوقت خلينا نحكي بهذا الوقت كيف عم بتكون اليه استقطابهم؟ شو الشعارات اللي عم تنقل لهم لينضموا؟ انا لا، اسمعي انت ستقاطعين وانا اجيب كما اريد، انا لا تجيبي كما انت. لحظة، أنا جاي هنا شاهد زور، أنا بأخدم الفكرة التي أريدها. نحن بنحترم إنه حضرتك، ما هذا الأسلوب؟ بتمنى إنه ما تنفعل، نحن بنحترم حضرتك إنه بدك تعطي إجابة وافية، بس للأسف وقتنا قصير. أنا اتفقت مع الأستاذ إبراهيم حربي. طيب تفضل. اتفقت مع الأستاذ إبراهيم حربي ألا تقاطعي. تفضل. تبيني لنفسك إنك مميزة. تفضل بدون ما توصفني، تفضل. أنا أخدم الفكرة التي أريدها. أنا هون سيدة استوديو وسيدة الكلام، لو سمحت أنا عم بقول لك قصة الوقت لأخدم لك إجابتك، إذا ما نتوسع كثير بالإجابة ما راح يكون في عنا وقت لبقية الأسئلة، إذا ما نرجع بحقبات تاريخية بعيدة ما راح يكون عنا وقت لنخدم الموضوع. الشغلة واقفة عليك تيكون عنا وقت. يعني إحنا لحظة تيكون عنا وقت لنجاوب على كل الأسئلة، بس مين بيقرر الموضوع؟ أنا بقرره. أنا هون بقرره. قرري ولا تقرري، هذا لاختيارك، أنا هنا أفعل ما أشاء أنا أيضاً. طب تفضل سمعني إجابتك، خلينا نرجع للموضوع، ما نضيع وقت بجدال بلا طعم. خلاص، طب اسكتي حتى أستطيع أن أتكلم. أولاً هذه أنا بأتكلم لكي يفهم أول شيء، كيف شيخ محترم مثلك بيقول اسكتي لمذيعة؟ معلش، كيف بتقول اسكتي يعني؟ أنا محترم رح خلاص ما عاد بدي كفي هذا الموضوع. فينا نوقف الموضوع؟ أنا لا يشرفني إن أحضر. فينا نوقف الموضوع لو سمحتوا شباب؟ لا لحظة، يعني أو بده يكون في احترام متبادل أو بلي الموضوع كله.